8 أعضاء جدد سيمثلون هيئة التفاوض السورية للمرحلة المقبلة، و13 آخرون للأمانة العامة والمرجعية، بعد أن تم التصويت على انتخابهم بحضور 60 مرشحا من الممثلين المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض. عمدنا إلى أن يكون من يفرز الأصوات مجموعة من الأشخاص الذين لم يتم ترشيحهم أو لم يرشحوا أنفسهم لهذه العملية الانتخابية. تم تشكيل لجنة من الإخوة والأخوات لمراقبة سير عملية الانتخابات، وتكونت من 2 من الأخوة من الخارجية السعودية و2 من الأعضاء غير المرشحين. الانتخابات التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام الدولية اتخذت فيها أعلى المعايير لاختيار المرشحين الذين حضر بعضهم من أوروبا وأمريكا. من ضمن الأعضاء الجدد 7 نساء، وهي المرة الأولى التي يتم اختيار فيها هذا العدد. أكد المجتمعون على تطبيق مبدأي المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة البشرية بحق السوريين ومحاربة جرائم الفساد، ويدينون القصف الوحشي على المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان. وتبقى على الأعضاء الجدد مواصلة العمل على تحقيق الآمال والتطلعات التي ينتظرها الشعب السوري في مناطق الصراعات ودول المهجر. هاني صفيان، الحدث، الرياض.